يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من خليجي، ونبدأ حلقتنا بالوقوف تضامنا مع أخواننا في فلسطين في قطاع غزة، ونسأل الله العلي القدير أن يسهل دربهم وينصرهم ويعافي مصابينهم ويرحم شهدائهم. إلى العناوين: ديربي جدة، عودة الأهلي، السد والدحيل، خيبة أمل آسيوية، القادسية والعربي، حبايب في ديربي الكرة الكويتية، الكرة اليمنية، ظروف صعبة وجمهور شغوف. في السعودية لا صوت يعلو على صوت ديربي جدة اللي يجمع بين الاتحاد والأهلي بعد غياب طويل بسبب هبوط الأهلي إلى دوري يلو. عاد الأهلي فعادت المتعة الجماهيرية وعادت الفرجة وعاد الصراع بين القطبين الكبيرين في عروس البحر الأحمر، وبالتالي كان هناك حضور جماهيري وتحديات كبيرة سبقت المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناديين بين جمهور الفريقين، أمر الذي انعكس عليه اللقاء والتحدي الكبير في ملعب الجوهرة. وفي نهاية المطاف نجح الأهلي في تحقيق الانتصار عن طريق نجمه الكاميروني فرانك سيه الذي سجل هدف الانتصار في شوط المباراة الأول، ونجح في الدفاع عنه مع تألق مفاجئ لحارس المرمى مندي. والحديث أكثر عن هذا الديربي الجميل نرحب معا بالإعلامي محمد جوهر. محمد أهلا وسهلا بك، كيف شفت ديربي جدة وهل كان في المستوى المأمول بين الاتحاد والأهلي؟ أولا يسعد مساكم ومساء الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وشاكر لكم هالاستضافة للحديث عن القمة ديربي جدة ما بين الاتحاد والأهلي، المباراة اللي كانت منتظرة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العربي أو حتى على الصعيد العالمي. اليوم لما نتكلم على دوري روشن المحترفين وكمية النجوم العالميين اللي فيه، تحديدا بالكلام على ديربي جدة لما يكون بالاتحاد في كريم بنزيما، في كانتي، في فابينو، نتكلم بالجهة المقابلة على نادي الأهلي وجود رياض محرز، روبرتو فيرمينو، كيسييه، الحارس المرمى إدوارد مندي اللي أنا بوجهة نظري كان هو رجل المباراة وهو الذي أنقذ الأهلي صراحة من التعادل أو حتى من الخسارة. يمكن على مستوى الأهداف اللي كانت متوقعة أو كنا نتطلع لعدد الأهداف، المباراة انتهت بهدف يتيم ووحيد لمصلحة الأهلي من أقدام اللاعب كيسييه، لكن ما ارتقت إلى مستوى الأهداف اللي كان منتظر من قبل الجماهير. وعلى المستوى الفني ممكن محبين أفكار المدربين كيف استطاع مدرب الأهلي بالشوط الأول أنه هو يضغط على الاتحاد ويواصل بالضغط إلى ما تحصل على المهم والأهم وهو الهدف. بالمقابل الشوط الثاني نونو سانتو مدرب الاتحاد حاول يضغط، وصل إلى المرمى، كان يمكن في فرصتين لكريم بنزيما، واحدة منهم كانت هدف لكن تم إلغائها بداعي التسلل. لكن بالمجمل لو تسألني كمدربين أو كمدربين مين تفوق على الآخر في تسيير المباراة، صراحة رح أعطي الثمس أب أو أعطي العلامة الأفضل لمدرب الأهلي، مش بس علشان الفوز، لأن صراحة اليوم أنت تتكلم على نونو سانتو، خبرة نونو سانتو مقارنة في خبرة مدرب الأهلي، تتكلم على خبرة لاعبين الاتحاد مقارنة مع خبرة لاعبين الأهلي. وطبعا لما نيجي نتكلم على نونو سانتو وكيف استخدم الهجوم والقوة الهجومية اللي عنده، لما اليوم نتكلم على رومارينيو، كريم بنزيما، حمد الله، مشاركتهم الثلاثة مع بعض بدون ما يقوموا بأي أدوار دفاعية، فهذه علامات استفهام على اختيار المدرب وتوظيف المدرب. فللأمانة مباراة بالمجمل فاز فيها الأهلي فوز مستحق، كان ممكن في فرصة عودة للاتحاد وحتى كان ممكن الاتحاد يخلصها ويفوز، لكن بالنهاية الحظ شوي، تكاسل بعض اللاعبين، ويمكن المدرب نونو سانتو هو يتحمل النصيب الأكبر في الانتقاد في خسارة الاتحاد الديربي. فألف مبروك لجماهير الأهلي الفوز، وهارد لك لجماهير الاتحاد. محمد، فوز الأهلي هل ممكن نطلق عليه عودة بطل الديربيات بالنسبة للنادي الأهلي؟ شوف، بالنسبة لموضوع عودة البطل أو بطل الديربيات للأهلي، صراحة دائما مباراة الديربي ما بين الأهلي والاتحاد يمكن تاريخيا في مجمل البطولات في تفوق للأهلي على مصلحة الاتحاد بعدد الفوز، أتوقع في يمكن حوالي 68 فوز الأهلي مقابل 60 فوز الاتحاد حسب بعض المصادر من بعض الصحف، وفي 58 تعادل.
فيعني دائما او بالمجمل الاهلي متفوق، يمكن من حسب قراءتي الاخيره المباريات مؤخرا ما بين الاهلي والاتحاد في تفوق لنادي الاتحاد. لكن خلينا نرجع الى الموسم هذا، لما نتكلم اليوم الاهلي الموسم الماضي للاسف كان خارج منافسه الدوري روشن او الدرجه الممتازه، وكان هابط الى الدرجه التي تليها وفي دوري يلو، فاختفى الديربي. فاليوم لما نتكلم في أول مواجهة ما بين الأهلي والاتحاد وتكون المباراة في ملعب الاتحاد بين جماهير الاتحاد وعلى أرض الاتحاد ويتفوق ويظفر بالثلاث نقاط الأهلي، فصراحة نسميها عودة، وإن شاء الله نشوف هل راح تستمر لسه في مباراة أخرى راح تكون في الدوري على أرض الأهلي وبين جماهير الأهلي، فنشوف هل راح يكون في فوز ثاني على التوالي هذا الموسم للأهلي، ولا ممكن نرجع نشوف فوز الاتحاد وكفة الاتحاد يعني على الأقل في المنافسات الأخيرة تتفوق على الأهلي. آخر سؤال محمد يختص بالنجم الجزائري رياض محرز، كثر الحديث عن رياض محرز تراجع أدائه في الفترة الماضية مع فريق النادي الأهلي، لكن في الديربي لمسته كانت حاضرة، هل نستطيع أن نقول بأن الديربي بداية العودة بالنسبة لنجم نادي مانشستر سيتي السابق؟ بالحديث عن رياض محرز، هذا أكيد يمكن أهم موضوع ممكن نطرحه ونتناقش فيه، موضوع النجم الجزائري رياض محرز القادم من مانشستر سيتي واللي أحرز الثلاثية مع السيتي الموسم الماضي، اليوم نشوفه مع الأهلي. أنا في رأيي للأمانة منذ وصول رياض محرز إلى الأهلي وأول مباراة كانت على مستوى الدوري السعودي، رياض محرز كان موجود سواء على مستوى الصناعة وهذا اللي بارع فيه، على مستوى أحيانا تسجيل الأهداف، يمكن ما حالف الحظ في مباراة الديربي، لكن اللمسة اللي موجود، يمكن الفارق اللي كان ما بين الأهلي والاتحاد هو أنه الأهلي يمتلك لاعب بقيمة رياض محرز وأدوار رياض محرز، على عكس الاتحاد الذي لا يملك لاعب جناح يقوم بنفس الأدوار اللي ممكن يسحب الخصم، يراوغ، يدخل إلى العمق، يسوي صناعة وخطورة على الجهة اليمين بالنسبة لنادي الأهلي. فبالعكس أنا أشوف رياض محرز سياسي يقدم مباريات ممتازة، ويمكن الانتقاد لرياض محرز هو يمكن شوي على مستوى الدفاعي وعدم مشاركة رياض محرز يعني في أغلب المباريات بالأدوار الدفاعية، هذا أتوقع الانتقاد الوحيد، لكن عدا ذلك بالعكس بصمة رياض محرز موجودة، أسستات رياض محرز موجودة كصناعة أهداف، وطبعا تسجيل الأهداف، فأنا بشوفه بالعكس أهم لاعب في الأهلي هذا الموسم، وإن شاء الله ينتهي الموسم هو أفضل لاعب وأهم لاعب، فأعطيها أكيد للنجم الجزائري رياض محرز. فكل التوفيق لنجم الجزائري وللنادي الأهلي وكل الأندية السعودية خلال الموسم هذا، إحنا كجماهير أكيد مستمتعين في مشاهدة الدوري في الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي بكل النجوم العالميين والمحليين اللي فيهم، فمستمتعين وكل التوفيق للأندية وللجماهير. نعم نعم أخي محمد، شكرا جزيلا لك أخوي محمد جوار الإعلامي المميز، شوفك إن شاء الله في حلقات قادمة عبر وين. في قطر، وبعد ما استمتعنا في الأيام الماضية والأسابيع الماضية بتنافس كبير جدا في دوري نجوم قطر، جاءت الأيام الآسيوية، وبصراحة السد والدحيل شفنا أن المهمة بالنسبة لهم راح تكون سهلة. السد راح يتوجه إلى قارش لمواجهة نساف قارش الأوزبكي، والدحيل في ملعبه راح يستضيف فريق نادي بيرسبولس الإيراني، وتوقعنا فعليا أن النتيجة النهائية راح تكون 6 نقاط باقية لدى الفريقين من قطر. لكن الصدمة هي اللي حصلت لاحقا، للأسف الشديد السد خسر ب3 أهداف مقابل هدف واحد أمام نادي نساف قارش الأوزبكي، والدحيل خسر بهدف مقابل شيء هنا في الدوحة أمام نادي بيرسبولس الإيراني. ولم يحصل فريقان القطريان من 4 مباريات فيها 12 نقطة سوى على نقطتين، وهذا اللي جعل الحديث في الشارع يستغرب عن الأداء المميز للفريقين في الدوري المحلي والمعاكس بالنسبة له في البطولات القارية. وطبعا صب جام الغضب على الأغلب على المدربين برونو ميغل مدرب نادي السد وهيرنان كريسبو مدرب نادي الدحيل، قد يكونان فعليا هما من الأسباب الرئيسية لتراجع الفريقين، خاصة أن أدائهم ومستواهم على المستوى التدريبي مخالف تماما للإمكانيات والقيمة بالنسبة للاعبين المحليين والمحترفين بالنسبة للفريقين. نعرف أن السد والدحيل يمتلكان أفضل لاعبين اللي يشاركون مع منتخب قطر الوطني بالإضافة لأبرز وأفضل المحترفين، لكن هناك أيضا أزمة في السكاوتينج الخاص بالفريقين مع بداية كل موسم، لا يختار الفريقان اللاعبين المناسبين للتشكيلة الأساسية، وبالتالي هناك بعض الثغرات تكون في الفريق. وفي نهاية المطاف بعد هذا الكم الكبير من الأسماء المميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين يتم التعاقد مع مدربين أقل من المستوى المأمول، ومع ذلك
زال هناك 4 مباريات متبقية وهناك لكل فريق 12 نقطة في الميدان، واثق بأن الفريقين قادرين على العودة في المسابقة الآسيوية وحجز مكان في الدور المقبل، وهذا ما نتمنى. إلى الكويت تحديدا، هذه الجولة هي الجولة الرابعة في الدوري الكويتي، وملعب استاذ جابر يستضيف قمة كبيرة جدا بين القطبين اللي نعرف مباراتهم على المستوى الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام تحظى بمتابعة كبيرة، اللي هم القادسية والعربي. وهذه قمة فعلا احنا جميعنا انتظرناها في استاذ جابر، اللي حظى بحضور جماهيري كبير يشجع الفريقين كما اعتدنا دائما منذ السنوات الماضية، ودائما ما قمتهم تحظى بالمتعة والإثارة. دخل الفريقان بخطوة مميزة جدا وهما يرتديان الكوفية الفلسطينية في إشارة لوضع أخواننا في غزة، وهذه لفتة نالت استحسان الجميع. وبدأت المباراة وبدأ الصراع بين لاعبين الفريقين، والذي انتهى في نهاية المطاف بخروج الفريقين حبايب بالتعادل بهدف لكل منهما. التعادل إشكاليته نعم فقد الفريقين نقطتين حيث وقف رصيد الفريقين عند 8 نقاط، لكن من استغل ذلك فعليا هو فريق نادي الكويت اللي نجح في تحقيق الانتصار على فريق نادي الشباب برباعية مقابل هدف واحد ليقفز الكويت إلى صدارة الترتيب وهو حامل اللقب برصد 12 نقطة فارق 4 نقاط عن القادسية والعربي. بعد المباراة الجانب العرباوي صب جام غضبه على أداء حكم المباراة اللي رأى فيه العرباوية بأنه لم يكن في المستوى المأمور، فيما صب القدساوية جام غضبهم على مدرب محمد إبراهيم مطالبين إدارة القادسية بإقالة المدرب الملقب بالجنرال. هذا كان واقع الديربي، لكن هناك ما زالت العديد من الديربيات في دوري الكرة الكويتية راح نستعرضها معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. أما لقطة اليوم فهي من اليمن السعيد وتحديدا محافظة حضرموت، وتحديدا أكثر مدينة سيئون، حيث أقيمت المباراة في الجولة الأولى من الدوري اليمني في انطلاقة الجديدة بعد فترة طويلة بين فريقي سلام الغرفة وشعب حضرموت. شوف هذه اللقطات ونرجع نتحدث عنها. في دوري كرة القدم اليمنية، ورغم واقع الحال اللي تعرفونه بالنسبة للجمهور اليمني والظروف اللي تمر فيها، أقيمت المباراة على ملعب سيئون، وهو ملعب بني في الفترة الأخيرة لكن لم يتم استكمال عملية بناء، ما زال على الإسمنت على المحار مثل ما هو عليه، ما في أي فاسيلتيز، ما في أي كراسي، ما في أي ترتيبات خاصة وتناسب جمهور كرة القدم. ومع ذلك فإن جماهير كرة القدم في حضرموت وجماهير الرياضة بشكل عام في هذه المدينة الجميلة حضر بشكل جميل جدا وآزل الفريقين بالنسبة لسلام الغرفة وبالنسبة لشعب حضرموت، وشاهدنا من خلال هذه اللقطات أجمل فنون الدان الحضرمي وأجمل الفنون الخاصة بالتشجيع في كرة القدم، اللي من خلالها يعكس الشارع الرياضي اليمني شغفه وحبه لكرة القدم مقارنة بواقع الحال المعاش حاليا. فأنت هنا تتمنى فعليا أن يكون ارتقاء بهذه المنشآت لما يجعل الجمهور الحاضر على أقل التقدير قادر على متابعة كرة قدم في ظروف أفضل من الظروف اللي يعيشها جمهور كرة القدم في اليمن. ومع ذلك كان الجمهور على الوعد والموعد. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من خليجي. لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب، ونرحب طبعا بأفكاركم وآرائكم ومقترحاتكم بما يختص بحديثنا دائما عبر ون ون. نشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. إلى الملتقى.